كل الشكر والتقدير على يايتكم وما قصرتوا. الأخت تهاني المطيري رئيسة مناهج العلوم في إدارة تطوير المناهج، والدكتور خالد العنزي مدير إدارة العلاقات العامة في الهيئة العامة للبيئة. باكر يا أهل الديرة موضوع غير، أنا اليوم عاجل شحليلاتني، باكر الموضوع اللي بات شبدي اللي هو تفعيل قانون المعاقين. 10-11 حلقات أقدم فيها الموضوع وإحنا للحين ما شفنا ولا شيء. نطرونا باكر يا أهل الديرة مع تفعيل قانون المعاقين. شوفكم باكر ومع السلامة وفي أمان الله.